ومهما وصفت الفرحة لن تكون كتلك التي عاشها من حضر الملعب واستمتع بكل تفاصيلها المشوقة، والذي امتص شحناتها ميكروفون الجماهير لينقلها بكل عفوية الصورة والكلمة. ومربوحة يا الجزائر. واتمنى ان شاء الله سنشرف الكرة العربية احسن تمثيل واحسن تشريف عادة الامجاد للكرة الجزائرية باذن الله. احنا اليوم فرحة كبيرة، اثبتنا باننا نستحق التأهل للمونديال، واثبتنا بان مباراة القاهرة والظروف التي لعبنا فيها مجرد نكسة جواد ونجد نهاية العالم، ونهدي كل هذا التتويج لشعب السودان وللجزائري بالاخص. ثانية استقلال الجزائر لان ضربونا واحنا سجلنا لهم في الميدان وفوز علينا في الميدان وفرح.
الحاج الظاهر مظلوم حقه ويعاد من الله عز وجل. نشكر هذا الشهر، انظر انظر الشهر هذا لا يجب ان نخيبه. الحمد لله تفوقنا وفقنا على فريق المصري وفرحنا هذا الشعب الجزائري. 53,000,000,000 جزائري جزائري والحمد لله وفقنا الله عز وجل. الحمد لله هذه هذا التعاون يكون شعب جزائري اصغر من الزاهر الكبير. وشكرا لكم والحمد لله. تحية الجزائر، تحية الجزائر، واحد اثنين ثلاثة، في بلاشيني، واحد اثنين ثلاثة، في بلاشيني. كابتن رابح، والله شيء ممتاز للشعب الجزائري ورئيس الجمهورية. نظن ربي خاصة يعني عدل يعني والحمد لله. الحمد لله. أنت كيف كانت مشاعرك طوال المباراة؟ والله كان صعبة جدا يعني بس صراحة يعني على الأعصاب، ولكن الحمد لله خاصة درنا نتيجة إيجابية. مبروك 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 يبارك فيك. شفنا قبل الدين والحمد لله وانتصرنا برجلينا ما عرفنا والو. كأس العالم شوف تعملوا فيه. ربي إن شاء الله ربي إن شاء الله ما نش كيما هما انا رجال. شو تقولوا بالفرحه هذه؟ واحد ماشي مو شحاته شحاته يموت يموت يبكي وبكيف يا المصريين يبكي وبكيف